انا عايز اقول لك انه الشناوي غلط في الهدف، غلطته 100%، لكن مش الشناوي المسؤول على الهزيمه، المسؤول على الهزيمه تفاصيل كتير منها اضاعه الفرص السهله اللي ما زالت مستمره من كاس العالم للانديه. الفرصه اللي جات لك وصلت، هي الكره تقريبا الوحيده اللي وصلنا بيها، ما افتكرش غيرها بتاعت حسين الشحات خلال 90 دقيقه على البنالتي سهله، ده بالعكس ما اتلعبتش وان تاتش، ده هو وقف وعمل احسن حاجه، وطبعا ضاعت بسهوله. تضييع الفرص وكون انك انت تحسس الفرقه اللي قدامك ان انا هعمل هجمه وانت تعمل هجمه، انت فاهم قصدي الاحساس ده، فالماتش وانا هقدر اخلص في اي وقت، انت بتدخل الخصم معاك بسرعه في الجيم، وانا قاعد قلت هيجي جون دلوقتي ومش مش هنعرف، هنقعد بقى نجري هنا وكوره ويحصل تضييع وقت ويحصل بقى ومش هنعرف، هي الماتشات دي بتتعمل بالشكل ده. فانا بشوف انه التعامل ما كانش كويس على مستوى الفردي مع اللعيبه، على مستوى التشكيل. وبعدين في جزئيه مهمه عند كولر لازم تتغير مع الكلام، وانا بقول انا ما اعرفش هم اتكلموا فيها ولا لا كجهاز. يعني انا جاي وعندي حمل بدني كمان، انا كنت عايز اغير في التشكيل من بدايته، طب انا ليه اعمل التغيير في الدقيقه 65؟ طب ليه احمل بدني كتير على اللعيبه اساسا وهي متحمله، وكل مره تبقى الاسطمبه؟ انا بقول لك في مدربين كتير، انا عارف انه هو ده طبع المدربنا، طبعه انه دايما اول تغييراته في الدقيقه 65، بس ده مش لازم يبقى قانون ولا قاعده. في لعيبه اعتبر ان اللعيبه المجهده او الوحشه جدا السيئه تبقى بين الشوطين تغير، تبقى في اول نص ساعه تغير، في كده لازم تلحق خطوات كتير. انا بشوف التعامل النهارده كان وحش في حاجات كتيره جدا، سواء من اداره الجيم، سواء من مستويات اللعيبه، وعليهم لازم يعرفوا. انا بقول لهم من يعني انا بقول من دلوقتي انه الكلام على انه اصل احنا في سنتين خسرنا في الاول ووصلنا، ده كلام سلبي ملوش لازمه. الحاجه الثانيه على ان الماتشات اللي جايه هتقدر تعوض، لا انا بقول لهم النسبه صعبه جدا بالاداء. بتقول لهم كده عايز تفوقهم ولا دي الحقيقه؟ لازم يفوق. يعني انت كراجل اهلاوي بتفوقهم ولا؟ مع ضغط المباريات الكوره لا تؤتمن في اي وقت من الاوقات. ما ينفعش يبقى عندي شخصيه النادي في خمس ماتشات وتقع في ماتشين ثلاثه. ما ينفعش ماتش وماتش يبقى عندي شخصيه، وده ينطبق على اللعيبه كمان.